واحد بيقول تعرفت على 3 فتيات، الاولى موظفة بالامريكية، والتانية من شبرا الخيمة، والتالتة من اسيوط. فبيقول يكمل يقول فمن فمك الطاهر ترشدني الى الفتاة التي تصلح لي زوجة. يا ابني انا ايه اللي دخلنا في الموضوع؟ البنت اللي تكون بتاعة ربنا وتتفق معك طبعا وروحا يبقى هي اللي تنفع زوجها، ما يهمش من اسيوط ولا شبرا الخيمة ولا الأميرين. يقولوا انا انفذ ما يرشدك الله. انا لا اعرفهم ولا شفتهم ولا قعدت معاهم، انصحك نصيحة كده من غير معرفة. زي ما بقول اللي تكون بتاعت ربنا وتتفق مع طباعك واخلاقك يبقى هي اللي تنفع.